معنا الناطق باسم الحكومة العراقية الدكتور علي الدباغ، مرحبا بك يا دكتور. اسمح لنا أن نبدأ بداية بزيارة أوغلو إلى كركوك. يقول الإقليم أنها لم تنتهك سيادة العراق على اعتبار أنه تم الحصول مسبقا على تأشيرة الدخول أو سمة الدخول، بينما ترى الحكومة أنها انتهاك وانتقاص من السيادة العراقية. ما الحقيقة الآن بالضبط؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ليس من مصلحة الإقليم أن يضعف ويهون من موضوع هذا الانتهاك الكبير لسيادة العراق. الزيارة هي ليست تأشيرة فقط، وإنما ترتيبات مع وزارة الخارجية الاتحادية. هذا مبدأ معمول به في كل دول العالم، وهذا العرف الدبلوماسي مبدأ معروف به في كل العالم، ولا يجوز أن تكون هذه النقطة. يعني مع الأسف الإقليم يدافع عن زيارة وزير خارجية انتهكه سيادة الإقليم. لا نتمنى أن تكون تركيا بهذا الموقع الذي اختارتها الآن، والتي بالتأكيد يعني تؤثر على العلاقة بيننا وبين تركيا. هذا انتهاك خطير لسيادة العراق، وبالتالي سيؤثر على مجمل العلاقة مع تركيا، خصوصا الجانب الاقتصادي الذي تستفيد منه تركيا. تركيا تحاول أيضا أن تستفز العراق بطريقة، على الرغم من أنه هناك ضبط للأعصاب، هناك محاولة للتهدئة كبيرة. كركوك قضية حساسة وخطيرة، وبالتالي اللعب بورقة كركوك بهذه الطريقة من قبل وزير خارجية بلد جار وصديق بهذه الطريقة غير مقبول إطلاقا. هذه الزيارة نعتبرها انتهاك كبير لسيادة العراق، وبالتالي الإقليم ليس من مسؤولياته أن يستضيف بهذه الطريقة، بل يجب أن ينسق مع الحكومة الاتحادية في بغداد أي زيارة لمسؤول كبير إلى الإقليم. لا، هنا لا يوجد أي مانع من زيارة مسؤول إلى الإقليم، لكن يجب أن تتم بالتنسيق مع الحكومة الاتحادية. هذا المبدأ يجب أن يكون، ويجب أن تسعى حكومة الإقليم لأن تقوي مركز بغداد. هذا المركز هو يمثل الإقليم، والإقليم جزء من الحكومة الاتحادية، وليست حكومة منفصلة عنه أو دولة منفصلة عنه بحيث تتصرف بهذه الطريقة. مرة أخرى أقول الزيارة هي ليست فقط تأشيرة، وإنما ترتيبات عديدة يدخل من ضمنها أنه الشخص الذي يدخل إلى البلد يجب أن يتم بعلم السلطات، وهذا لم يتم. طيب دكتور علي، هل من خطوات محددة ستقوم بها الحكومة العراقية ردا على ما وصفته بزيارة استفزازية ولعب بورقة كركوك التي من المفترض أن تكون من المناطق الحساسة جدا، سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد الخارجي؟ ما الخطوة التي ستقوم بها الحكومة؟ يعني أنا أتوقع أنه هذه القضية ستبحث في مجلس الوزراء في الاجتماع القادم، والحكومة بصورة مجتمعة يجب أن تعطي رأيا وتعطي خطوات للتعامل مع تركيا، التي نسمع يوميا ونرى يوميا ونرى فعلا يوميا منها بمواقف ليست صديقة تجاه العراق، بل مواقف تصل للمستوى العدائي. وهذا يعني الأمر ستبحث الحكومة وتتخذ ما يناسب، وهذه الخطوة لتحفظ مصالح العراق وسيادته، وتحفظ عزة وهيبة البلد الذي يحاول مسؤول من دولة أخرى يحاول أن يضعف ويقلل منها. لا نسمح. سيادة بلدنا وعزة وكرامة بلدنا ووطننا وشعبنا أهم من أي علاقة مع تركيا، وأهم من أي علاقة مع أي دولة.